الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونصلي ونسلم على النبي الأعظم محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد اليوم الخميس 24/9 تم تحميل السيارات الآتية إلى المحافظات الآتية الفيوم 4 طن بني سويف 3 طن القاهرة 3 طن الجيزة 3 طن وذلك لتسليمها إلى السادة وكلاء الوزارة بهذه المدريات وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى برعاية حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله.